بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى: كتاب العتق. حدثنا يحيى بن يحيى قال: قلت لمالك حدثك نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعتق شركاً له في عبدٍ فكان له مال يبلغ ثمن العبد، قوم عليه قيمة العدل، وأعطي شركاؤه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق. قال النووي رحمه الله: قال أهل اللغة: العتق الحرية، يقال منه عتق يعتق عتقا بكسر العين، وعتقا بفتحها أيضا، حكاه صاحب المحكم وغيره. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شركا له في عبد. إذا كان هناك عبد مشترك بين أربعة بين ثلاثة، وأراد أحدهم أن يعتق نصيبه، فإذا أعتق نصيبه فإن كان له مال يبلغ ثمن العبد، قوم عليه قيمة العدل، يقوم العبد هذا كم يسوى، فأعطي شركاؤه حصصهم. هذا الذي أعتق نصيبه يعطي شركاءه حصصهم إذا كان له مال وعتق عليه العبد، فيكون العبد عتق كاملاً له. وإلا إذا لم يكن له مال فقد عتق منه ما عتق، يصير ذلك العبد جزء منه حر وباقي أجزائه عبد. وحدثناه قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح جميعاً عن الليث بن سعد حاء. وحدثنا شيبان بن فروخ، حدثنا جرير بن حازم حاء، وحدثنا أبو الربيع وأبو كامل قال: حدثنا حماد، حدثنا أيوب حاء، وحدثنا ابن نمير، حدثنا أبي، حدثنا عبيد الله حاء، وحدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد الوهاب قال: سمعت يحيى بن سعيد حاء، وحدثني إسحاق بن منصور، أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج، أخبرني إسماعيل بن أمية حاء، وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي، حدثنا ابن وهب، أخبرني أسامة حاء، وحدثنا محمد بن رافع، حدثنا ابن أبي فديك عن ابن أبي ذيب، كل هؤلاء عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما بمعنى حديث مالك عن نافع. وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار، واللفظ لابن المثنى قال: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في المملوك بين الرجلين فيعتق أحدهما، قال: يضمن عبد مشترك بين اثنين، فإذا أحدهما أعتق نصيبه إن كان له مال كما تقدم يقوم العبد ويدفع لشريكه حصته، ويكون العبد معتق عليه كاملاً، وإذا لم يكن له مال فقد عتق منه ما عتق، ويصير ذلك العبد
بعضه حر وبعضه عبد. وحدثني عمرو الناقد، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شقصاً له في عبد فخلاصه في ماله إن كان له مال، فإن لم يكن له مال استسعي العبد غير مشقوق عليه. العبد مشترك بين جماعة، فأحدهم أعتق نصيبه، فالذي أعتق نصيبه إن كان له مال فيعطي شركاءه حصصهم ويكون العبد كله معتوق عليه. فإذا لم يكن له مال أعتق نصيبه وليس له مال استسعي العبد غير مشقوق عليه، يعني يقال للعبد اعمل واكتسب وحتى تدفع لهؤلاء نصيبهم، يعني يقال للعبد اعمل اكتسب اشتغل واجمع مال يعطي شركاءهم الشركاء نصيبهم من غير تكليف، يعني بقدر ما يستطيع يكتسب بقدر الاستطاعة لا يشق عليه، ولكن بقدر الاستطاعة يكتسب حتى يعطي الباقين حصصهم. وحدثناه علي بن خشرم، أخبرنا عيسى يعني ابن يونس عن سعيد بن أبي عروبة بهذا الإسناد، وزاد: إن لم يكن له مال قوم عليه العبد قيمة عدل ثم يستسعى في نصيب الذي لم يعتق غير مشقوق عليه. حدثني هارون بن عبد الله، حدثنا وهب بن جرير، حدثنا أبي قال: سمعت قتادة يحدث بهذا الإسناد بمعنى حديث ابن أبي عروبة، وذكر في الحديث قوم عليه قيمة عدل، يعني ينظر هذا العبد كم يسوى بالعدل، فيقال لمن يقال للعبد اعمل واكتسب بقدر استطاعتك حتى تعطي هؤلاء نصيبهم. وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها أرادت أن تشتري جارية تعتقها، فقال أهلها: نبيعكها على أن ولاءها لنا، يعني نبيعك الجارية ولكن الولاء يكون لنا، والولاء يعني إذا مات العبد فما تركه يكون ولاء، والولاء للمعتق، وهؤلاء قالوا نبيعك ولكن الولاء لنا، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها أم المؤمنين: لا يمنعك ذلك، شرطهم هذا لا يمنعك، فإنما الولاء لمن أعتق، الولاء للمعتق لا للبائع، البائع قبض الثمن انتهى، والولاء يكون للمعتق، فإنما الولاء لمن أعتق. وحدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أخبرته أن بريرة اسم الأمة جاءت عائشة أم المؤمنين تستعينها في كتابتها، بريرة أمة مملوكة كاتبت أهلها كم يريدون من المال لتحرر رقبتها، فجاءت تطلب من أم المؤمنين عائشة المساعدة في ذلك،
ولم تكن قضت من كتابتها شيئا، يعني لم تسلم شيء من ذلك المال. فقالت لها عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: ارجعي إلى أهلك، فإن أحبوا أن أقضي عنك كتابتك ويكون ولاؤك لي، يعني أدفع المال ويكون الولاء لي. فعلت. فذكرت ذلك بريرة رضي الله عنها لأهلها، فأبوا وقالوا: إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل ويكون لنا ولاؤك، الولاء لنا. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابتاعي، أي اشتري بريرة فأعتقي، فإنما الولاء لمن أعتق. شرطهم باطل، الولاء للمعتق، البائع قبض الثمن. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما بال أناس يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله؟ من اشترط شرطاً ليس في كتاب الله فليس له، وإن شرط 100 مرة. شرط الله أحق وأوثق. فالولاء للمعتق، أما البايع فقد قبض الثمن. حدثني أبو الطاهر، أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أنها قالت: جاءت بريرة رضي الله عنها إلي فقالت: يا عائشة، إني كاتبت أهلي، أي اتفقت معهم على المبلغ الذي يريدون لأحرر رقبتي، على 9 أواق، الوقية 40 درهم من الفضة، 9 أواق في كل عام وقية، بمعنى حديث الليل. وزاد فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمنعك ذلك، أي شرطهم أن الولاء لهم، لا يمنعك ذلك منها، ابتاعي، اشتري وأعتقي. وقال في الحديث: ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، يعني إنما الولاء لمن أعتق. وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء الهمداني، حدثنا أبو أسامة، حدثنا هشام العروة، أخبرني أبي عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: دخلت علي بريرة رضي الله عنها فقالت: إن أهلي كاتبوني على 9 أواق في 9 سنين في كل سنة وقية، الوقية 40 درهم من الفضة، فأعينيني. فقلت لها: إن شاء أهلك أن أعدها لهم عدة واحدة، يعني 9 أواق دفعة واحدة، وأعتقك ويكون الولاء لي. فعلت. فذكرت ذلك لأهلها فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم، فأتتني فذكرت ذلك، فذكرت ذلك، قالت: فانتهرتها، أي زجرتها، فقالت: لا الله إذن. قالت: فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألني فأخبرته، فقال: اشتريها وأعتقيها واشترطي لهم الولاء، فإن الولاء لمن أعتق، أي شرطهم باطل، فإن الولاء لمن أعتق. ففعلت. قالت: ثم خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، فما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ ما كان من شرط ليس في كتاب الله عز وجل فهو باطل، وإن كان 100 شرط، كتاب الله أحق وشرط الله أوثق. ما بال رجال منكم يقول أحدهم: أعتق فلانا والولاء لي، إنما الولاء لمن أعتق. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال: حدثنا ابن نمير حا
وحدثنا أبو كريب، حدثنا وكيع حاء، وحدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم جميعًا عن جرير، كلهم عن هشام بن عروة بهذا الإسناد نحو حديث أبي أسامة، غير أن في حديث جرير قال: وكان زوجها عبدًا، بريرة كان زوجها عبدًا، فخيَّرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختارت نفسها، ولو كان حرًّا لم يخيِّرها، وليس في حديثهم. أما بعد، هذه الأمة كانت لها زوج وزوجها عبد، فلما اشترتها عائشة وأعتقتها صارت حرة، فلما صارت حرة خيرها رسول الله: إن شئت تبقين عند هذا الزوج، وإن شئت تختاري نفسك. فاختارت نفسها. فالأمة إذا كانت مزوجة واعتقد لها الخيار، إن رضيت تبقى مع زوجها العبد فبها، وإن لم ترضى فلها الخيار. فخيرها الرسول عليه الصلاة والسلام فاختارت رضي الله عنها. حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن العلاء، واللفظ لزهير، قال: حدثنا أبو معاوية، حدثنا هشام العروة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كان في بريرة رضي الله عنها ثلاث قضيات: أراد أهلها أن يبيعوها ويشترطوا ولاءها، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: اشتريها وأعتقيها، فإن الولاء لمن أعتق. قالت: وعتقت، فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختارت نفسها، كان زوجها عبد، فلما عتقت صارت حرة فخيرها، إن رضيت تبقى مع زوجها العبد، وإلا اختارت نفسها. فاختارت نفسها رضي الله عنها لأنها صارت حرة وهو عبد. وقالت: وكان الناس يتصدقون عليها، على بريرة، وتهدي لنا، وبريرة تهدي لعائشة رضي الله عنها، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: هو عليها صدقة وهو لكم هدي. الناس تصدقوا عليها وهي أهدت لعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو عليها صدقة، الناس تصدقوا عليها وهو لكم هدية، وهي أهدت لكم ذلك، فحل لكم ذلك فكلوه. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن سماك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها اشترت بريرة رضي الله عنها من أناس من الأنصار، واشترطوا الولاء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الولاء لمن ولي النعمة، يعني المعتق، وخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان زوجها عبداً، وأهدت لعائشة رضي الله عنها أم المؤمنين لحماً، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو صنعتم لنا من هذا اللحم. قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: تصدق به على بريرة. فقال: هو لها صدقة ولنا هدية، هي أهدت لنا، فتغير الحكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحرم عليه الصدقة، ولكن هذه صارت هدية لأن الناس تصدقوا على بريرة فهو صدق عليها وهي أهدت لنا، فصارت هدية، تغير الحكم فحل لنا. حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة قال: سمعت عبد الرحمن بن القاسم قال: سمعت القاسم يحدث عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها أرادت أن تشتري بريرة للعتق،
فاشترطوا ولاءها، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: اشتريها واعتقيها، فإن الولاء لمن أعتق. وأهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم لحم، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: هذا تصدق به على بريرة، فقال: هو لها صدقة وهو لنا هدية. وخيرت، فقال عبد الرحمن: وكان زوجها حرا، ولكن الصحيح أن زوجها عبد. قال شعبة: ثم سألته عن زوجها فقال: لا أدري، كان زوجها عبدا، ولما عتقت صارت حرة فخيرها، فاختارت نفسها رضي الله عنها. وحدثناه أحمد بن عثمان النوفلي، حدثنا أبو داود، حدثنا شعبة بهذا الإسناد نحوه، وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار جميعاً عن أبي هشام. قال ابن المثنى: حدثنا مغيرة بن سلمة المخزومي وأبو هشام، حدثنا وهيب، حدثنا عبيد الله عن يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كان زوج بريرة عبداً، ولذلك خيرها النبي صلى الله عليه وسلم لأنها صارت حرة وهو عبد. وحدثني أبو الطاهر، حدثنا ابن وهب، أخبرني مالك بن أنس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان في بريرة رضي الله عنها ثلاث سنن خيرت على زوجها حين عتقت، وأهدي لها لحم، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة أي القدر على النار، فدعا بطعام، فأتي بخبز وأدم من أدم البيت، فقال: ألم أرى برمة أي قدرا على النار فيها لحم؟ فقالوا: بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك لحم تصدق به على بريرة، فكرهنا أن نطعمك منه. فقال: هو عليها صدقة وهو منها لنا هدية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فيها إنما الولاء لمن آتق. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال، حدثني سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أرادت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن تشتري جارية تعتقها، فأبى أهلها إلا أن يكون لهم الولاء، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لا يمنعك ذلك، أي شرطهم باطل، فإنما الولاء لمن آتق. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي، أخبرنا سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته. قال مسلم: الناس كلهم عيال على عبد الله بن دينار في هذا الحديث، لأن الرواية عنه الولاء لمن أعتق، لكن لا يجوز له أن يبيع الولاء لغيره، ولا يجوز أن يهب الولاء لغيره، هو للمعتق، لكن لا يجوز للمعتق أن يبيع الولاء أو يهبه لغيره. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال: حدثنا ابن عيينة حا، وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا: حدثنا إسماعيل بن جعفر حا، وحدثنا ابن نمير، حدثنا أبي، حدثنا سفيان بن سعيد حا، وحدثنا ابن المثنى، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة حا، وحدثنا ابن المثنى قال: حدثنا عبد الوهاب، حدثنا عبيد الله حا، وحدثنا ابن رافع، حدثنا ابن أبي فديك، أخبرنا الضحاك يعني ابن عثمان، كل هؤلاء عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما
عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، غير أن الثقفي ليس في حديثه عن عبيد الله إلا البيع ولم يذكر الهبة. الولاء للمعتق لكن لا يبيعه ولا يهبه بل له فقط. وحدثني محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: كتب النبي صلى الله عليه وسلم على كل بطن، أي البطن هو قبيلة صغيرة، على كل بطن عقوله يعني الدية، ثم كتب أنه لا يحل لمسلم أن يتوالى مولى رجل مسلم بغير إذنه، يعني العبد لا يمكن أن ينتسب إلى غير سيده. ثم أخبرت أنه لعن في صحيفته من فعل ذلك، الذي ينتسب إلى غير سيده ملعون لأنه ظالم، فليس للعبد أن ينتسب إلى غير سيده. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القارئ عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تولى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة، لا يقبل منه عدل ولا صرف، أي فريضة ولا نافلة. العبد إذا انتسب إلى غير سيده وهو يعلم فعليه لعنة الله والملائكة، لا يقبل منه عدل ولا صرف، فلا يجوز للعبد أن ينتسب إلى غير سيده. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا حسين بن علي الجعفي عن زائدة عن سليمان عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تولى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة عدل ولا صرف. وحدثنيه إبراهيم بن دينار، حدثنا عبيد الله بن موسى، حدثنا شيبان عن الأعمش بهذا الإسناد، غير أنه قال: ومن والى غير مواليه بغير إذنهم. وحدثنا أبو كريب، حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال: خطبنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال: من زعم أن عندنا شيئاً نقرأه إلا كتاب الله وهذه الصحيفة، قال: والصحيفة معلقة في قراب سيفي في بيت السيف، فقد كذب، فيها أي في الصحيفة أسنان الإبل، يعني الإبل إذا بلغت كذا فزكاتها كذا، وأشياء من الجراحات أي دية الجراحة، وفيها قال النبي صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، جبلين، المدينة حرم ما بين جبل عير وبين جبل ثور، فمن أحدث فيها حدثاً أو آوى محدثاً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. الحدث هنا قد يكون بمعنى قتل، أي قتل ظلماً، ويحتمل أن يكون مبتدع ابتدع في الدين ما لم يشرعه الله. فمن أحدث فيها حدثاً أو آوى محدثاً أي ضمه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفاً ولا عدلاً. وذمة المسلمين واحدة، مسلم إذا أعطى الأمان لكافر يجب على المسلمين أن يمسكوا عنه. وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، ومن ادعى إلى غير أبيه، انتسب إلى غير أبيه، يعرف أباه ولكن انتسب إلى غير أبيه، أو انتمى إلى غير مواليه، انتسب إلى غير سيده، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفاً ولا عدلاً.
فلا يجوز للابن أن ينتسب إلى غير أبيه، ولا يجوز للعبد أن ينتسب إلى غير سيده. حدثنا محمد بن المثنى العنزي، حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الله بن سعيد وهو ابن أبي هند، حدثني إسماعيل ابن أبي حكيم عن سعيد ابن مرجان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل إرب منها إربا منه من النار. إذا أعتقت عبداً لوجه الله، الله تعالى يعيذك من النار، يعتق كل عضو منك بعضو منه. من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل إرب، أي بكل عضو منها إربا منه من النار. ففيه فضل العتق ابتغاء وجه الله تعالى. وحدثنا داود بن رشيد، حدثنا الوليد بن مسلم عن محمد بن مطرف أبي غسان المدني عن زيد بن أسلم عن علي بن حسين عن سعيد بن مرجان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق رقبة يعني مؤمنة أعتق الله بكل عضو منها عضوا من أعضائه من النار حتى فرجه بفرجه. إذا كان العبد مؤمن وسيده الذي اعتقه أيضاً مؤمن. وحدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث عن ابن الهاد عن عمر بن علي بن حسين عن سعيد بن مرجان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منه عضواً من النار حتى يعتق فرجه بفرجه. وحدثني حميد بن مسعدة، حدثنا بشر بن المفضل، حدثنا عاصم وهو ابن محمد العمري، حدثنا واقد يعني أخاه، حدثني سعيد بن مرجان صاحب علي بن حسين قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرئ مسلم أعتق امرأ مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار. أن يكون العبد مؤمن وأن يكون المعتق مؤمن. قال: فانطلقت حين سمعت الحديث من أبي هريرة رضي الله عنه فذكرته لعلي بن الحسين رضي الله عنه، فأعتق عبدا له قد أعطاه به ابن جعفر 10,000 درهم أو 1,000 دينار. لما سمع الحديث عمل به فأعتق عبده ابتغاء وجه الله تعالى. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال: حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. وفي رواية ابن أبي شيبة: ولد والده. الولد لا يقدر أن يجزي والده إلا إذا كان والده عبد فاشتراه واعتقه، ففيه أيضا حق الوالدين، فيجب بر الوالدين ويحرم عصيانهما وإيذاؤهما. حدثناه أبو كريب، حدثنا وكيع حاء، وحدثنا ابن نمير، حدثنا أبي حاء، وحدثني عمرو الناقد، حدثنا أبو أحمد الزبيري، كلهم عن سفيان عن سهيل بهذا الإسناد مثله، وقالوا: ولد والده. الولد لا يجزي والده إلا أن يجده عبداً فيشتريه ويعتقه، حق الوالدين عظيم، فيجب برهما
والإحسان إليهما بقدر الإمكان. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات. كتاب البيوع. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة. هذه بيوع جاهلية نهى عنها الرسول عليه الصلاة والسلام. الملامسة كان أهل الجاهلية إذا لمست الثوب قالوا وجب البيع، ليس لك أن تنظر وتقلب، فهذا البيع نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه ظلم قد يكون فيه عيب. فالملامسة من بيوع الجاهلية نفاها ونهى عنها الرسول عليه الصلاة والسلام. والمنابذة كذلك، إذا نبذ إليك بالثوب وجب البيع، ليس لك أن تقلبه، فهذه أيضا بيوع جاهلية أبطلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثنا أبو كريب وابن أبي عمر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا ابن نمير وأبو أسامة حاء. وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي حاء. وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الوهاب كلهم عن عبيد الله بن عمر عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب يعني بن عبد الرحمن عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وحدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار عن عطاء بن ميناء أنه سمعه يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال نهي عن بيعتين الملامسة والمنابذة. أما الملامسة فأن يلمس كل واحد منهما ثوب صاحبه بغير تأمل، يعني من غير أن ينظر، والمنابذة أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر ولم ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه. فهذه بيوع جاهلية نهى عنها الرسول عليه الصلاة والسلام لأن هذا ظلم قد يكون فيه عيب. وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى واللفظ لحرملة قال أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين ولبستين، نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع، والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ولا يقلبه إلا بذلك، فهذا بيع باطل. والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه وينبذ الآخر إليه ثوبه ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراضي، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وحدثني عمرو الناقد حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب بهذا الإسناد. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن إدريس ويحيى بن سعيد وأبو أسامة عن عبيد الله حاء. وحدثني زهير بن حرب واللفظ له حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله حدثني أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر.
قال النووي رحمه الله: أما بيع الحصى ففيه ثلاث تأويلات أي تفسيرات. أحدها أن يقول بعتك من هذه الأثواب ما وقعت عليه الحصاة التي أرميها، أو بعتك من هذه الأرض من هنا إلى ما انتهت إليه هذه الحصاة. والثاني أن يقول بعتك على أنك بالخيار إلى أن أرمي بهذه الحصاة. والثالث أن يجعل نفس الرمي بالحصاة بيعاً، فيقول إذا رميت هذا الثوب بالحصاة فهو مبيع منك بكذا. فهذا نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه قد يكون فيه عيب. وأما النهي عن بيع الغرر فهو أصل عظيم من أصول كتاب البيوع، ولهذا قدمه مسلم رحمه الله، ويدخل فيه مسائل كثيرة غير منحصرة كبيع الآبق والمعدوم والمجهول وما لا يقدر على تسليمه وما لم يتم ملك البايع عليه، من بيع الحصاد كبيع العبد الشارد. أبيعك العبد الشارد، هذا غرر، ما يدري هو يدركه أو لا يدركه، فهذا لا يجوز. والمعدوم، أبيعك ما في بطن الشاة لا يدرى هل هو يخرج حي أو ميت، هذا أيضا غرر. والمجهول، أبيعك عبد من عبيدي ولا تدري من هو، وما لا يقدر على تسليمه وما لا يتم ملك البائع عليه. وبيع السمك في الماء الكثير، أبيعك سمك الذي في الحوض، أنت ما تدري تأخذ ذلك السمك أو يفر منك، هذا بيع غرر. واللبن في الضرع، أبيعك اللبن الذي في ضرع الشاة، هذا غرر، ما تدري هل هو قليل أو كثير. فبيع الغرر نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. وبيع الحمل في البطن، الشاة ولدها في بطنها تبيع ولدها وهو في بطن الشاة، فكل هذا البيع غرر لا يجوز، لأنه من أكل أموال الناس بالباطل. حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال أخبرنا الليث حاء، وحدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث عن نافع عن عبد الله رضي الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع حبل الحبلة. قال النووي رحمه الله: واختلف العلماء رحمهم الله في المراد بالنهي عن بيع حبل الحبلة، فقال جماعة: هو البيع بثمن مؤجل إلى أن تلد الناقة ويلد ولدها، أن يبيع سلعة ولكن يحدد دفع الثمن إلى أن تلد الناقة ويلد ولدها، فهذا أجل الله أعلم متى يكون، فهذا البيع بهذا الشرط ممنوع، بيع حبل الحبلة. هو البيع بثمن مؤجل إلى أن تلد الناقة ويلد ولدها، فمثل هذا البيع نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبع بعضكم على بيع بعض. أنت تاجر وبجوارك تاجر، جاء المشتري يشتري من التاجر، فلا يجوز لك أن تقول: تعال أنا أبيعك أحسن من فلان وأرخص من فلان، لا يجوز أن تبيع على بيع أخيك وتؤذيه، فإن هذا يجلب العداوة والبغضاء. لا يبيع بعضكم على بيع بعض.
قال النووي رحمه الله: أما البيع على بيض أخيه فمثاله أن يقول لمن اشترى شيئاً في مدة الخيار: افسخ هذا البيع وأنا أبيعك مثله بأرخص من ثمنه أو أجلد منه بثمنه ونحو ذلك. وهذا حرام، لأنه يضر المسلم ويؤذيه. حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى، واللفظ لزهير، قال: حدثنا يحيى عن عبيد الله، أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له. كذلك إذا سمعت أن فلان خطب بنت فلان فلا يجوز أن تخطب حتى يتم أمرهما أو يفترقا، لا يجوز أن تخطب على خطبته، لأن هذا يسبب العداوة والبغضاء. حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر قالوا: حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يصوم الرجل، لا يصوم المسلم على صوم أخيه. قال النووي رحمه الله: والصوم على صومه، فلو خالف وعقد فهو عاص وينعقد البيع. إنسان يريد أن يشتري سلعة، يتكلم مع صاحب السلعة، وجاء رجل آخر وتكلم وزاد وأفسد الكلام الذي سبق، فهذا لا يجوز. اصبر حتى يتم أمرهما أو يأذن لك. فكل ما يسبب العداوة والبغضاء نهى عنه الإسلام. المسلم أخو المسلم، لا يؤذيه. حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر قالوا: حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يصوم المسلم على صوم أخيه. وحدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي، حدثني عبد الصمد، حدثنا شعبة عن العلاء وسهيل عن أبيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حا. وحدثناه محمد بن المثنى، حدثنا عبد الصمد، حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء. وحدثنا عبيد الله بن معاذ، حدثنا أبي، حدثنا شعبة عن عدي وهو ابن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يستام الرجل على صوم أخيه، وفي رواية الدورقي على سيمة أخيه. حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتلقى الركبان لبيع، ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبيع حاضر لباد، ولا تصر الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، فإن رضيها أمسكها، وإن سقطها ردها وصاعا من تمر. لا يتلقى الركبان لبيع، يعني إذا قدم أهل المال من بعيد يريدون السوق، فلا يجوز لك أن تخرج إلى خارج البلد وتشتري منهم، لأنهم لا يعرفون القيمة، فتشتري برخيص وت
تضرهم، لا تبع، لا تتلقى الركبان، اصبر حتى يصلوا إلى البيت إلى البلد تشتري مع الناس، وأما تخرج خارج البلد وتشتري منهم بثمن بخس فهذا نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. لا يتلقى الركبان لبيع، ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا. النجش هو أن تزيد في السلعة وأنت لا تريد الشراء. إذا كانت السلعة في الحراج من يزيد؟ فلا يجوز لك أن تزيد إلا إذا كنت تريد الشراء، وأما إذا كنت لا تريد الشراء لا تزيد في السلعة، تؤذي غيرك. وهذا يحصل من بعض الناس، يأخذ أصحابه معه ويزيد في السلعة هو وأصحابه ولا يريدون الشراء بل يؤذون الناس، فهذا لا يجوز. لا تزيد في السلعة إلا إذا كنت تريد الشراء. ولا يبيع حاضر لباد، الحضري لا يبيع للبدوي، البدوي يبيع بضاعته بنفسه. ولا تصر الإبل والغنم، لا تحبس اللبن في ضرع الشاة أو في ضرع الناقة فتخدع الناس، يظنون أن اللبن كثير وهو لبن 3 أيام 4 أيام، هذا المهني منهي عنه لأنه ظلم. فمن ابتاعها، إذا اشترى شاة مصرات وما يدري، يظن أن لبنها كثير، فبعدما يحلبها يعلم أن لبنها قليل وهو مخير، إن رضيها أمسكها، وإن سخطها يردها ويرد صاعا من تمر مقابل اللبن الذي استعمله. ولا تصر الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، فإن رضيها أمسكها، وإن سقطها ردها وصاعا من تمر مقابل اللبن الذي استعمله. فعلى المسلم أن يحذر هذه الأمور. حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري، حدثنا أبي، حدثنا شعبة عن عدي وهو بن ثابت، عن أبي حازم، عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن التلقي للركبان، أن تخرج إلى خارج البلد وتشتري من القادمين، وأن يبيع حاضر لباد، ونهى أن يبيع الحضري للبدوي، وأن تسأل المرأة طلاق أختها. لا يجوز للمرأة إذا خطبها خاطب أن تقول طلق زوجتك إن أردتني، لا يجوز لها ذلك، إن أحبت تزوجت وإلا امتنعت. ولا يجوز لها أن تشرط على الزوج أن يطلق زوجته. وعن النجش، نهى عن النجش وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد الشراء، والتصرية أن يحبس اللبن في الضرع ويغش، وأن يستام الرجل على سوم أخيه، أخوك يساوم فيه بالسلعة اسكت حتى يتم كلامه أو يأذن لك. وحدثنيه أبو بكر بن نافع، حدثنا غندر حاء، وحدثنا هو محمد بن المثنى، حدثنا وهب بن جرير حاء، وحدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد، حدثنا أبي، قالوا جميعا حدثنا شعبة بهذا الإسناد في حديث غندر ووهب نهي، وفي حديث عبد الصمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى بمثل حديث معاذ عن شعبة. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد الشراء. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا ابن أبي زائدة حاء، وحدثنا ابن المثنى، حدثنا يحيى يعني ابن سعيد حاء، وحدثنا ابن نمير، حدثنا أبي، كلهم عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تتلقى السلع حتى تبلغ الأسواق، يعني لا تخرج خارج البلد وتشتري من الناس وهم لا يعرفون الثمن، اصبر حتى يأتوا إلى السوق تشتري مع الناس.
وهذا لفظ ابن نمير. وقال الآخران إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التلقي، أن تتلقى الركبان وتخرج من البلد وتشتري منهم وهم لا يعرفون الأسعار. وحدثني محمد بن حاتم وإسحاق بن منصور جميعاً عن ابن مهدي عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابن نمير عن عبيد الله. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الله بن المبارك عن التيمي عن أبي عثمان عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن تلقي البيوع، عن الخروج إلى الطريق والشراء من القادمين. حدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا هشيم عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتلقى الجلب، أي الذين قدموا للبيع. حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا هشام ابن سليمان عن ابن جريج أخبرني هشام القردوسي عن ابن سيرين قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الجلب، يعني الذين قدموا بأموالهم للبيع لا تتلقوهم وتخرجوا إليهم، ومن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. إذا خرج أحد واشترى سلعة ثم صاحب الشيء وصل إلى السوق وعرف أنه خدع وأنه باع بثمن غير كامل فله الخيار، يرجع ويقول رد سلعتي خذ حقك. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع حاضر لباد، الحضري لا يبيع للبدوي. وقال زهير عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يبيع حاضر لباد. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتلقى الركبان وأن يبيع حاضر اللباد. قال فقلت لابن عباس رضي الله عنهما ما قوله حاضر لباد؟ قال لا يكون له سمسارا، أي لا يكون دلال، لا يكون الحضري دلال للبدوي، بل البدوي يبيع ماله بنفسه. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه حا. وحدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبع حاضر لباد، دعوا الناس، أي اتركوا الناس، يرزق الله بعضهم من بعض. غير أن في رواية يحيى يرزق البدوي يبيع ماله ويرضى بالربح القليل، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. حدثنا أبو بكر بن شيبة وعمر الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا هشيم عن يونس عن ابن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال نهينا أن يبيع حاضر لباد وإن كان أخاه أو أباه، حضري لا يبيع للبدوي. حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون عن محمد عن أنس رضي الله عنه حا. وحدثنا ابن المثنى، حدثنا معاذ، حدثنا ابن عون عن محمد قال قال أنس بن مالك رضي الله عنه
نهينا عن أن يبيع حاضر لباد، حدثنا عبد الله بن مسلمة ابن قانب، حدثنا داود بن قيس عن موسى بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اشترى شاةً مُصرَّاتًا، يعني محبوس اللبن فيها لأيام، فلينقلب بها فليحلبها، فإن رضي حلابها أمسكها وإلا ردها، ومعها صاعٌ من تمر. إذا اشتريت الشاة محبوس اللبن فيها ثم عرفت أن لبنها قليل، لك حق أن ترجع وتقول: خذ شاتك، أعطني مالي، ويرد معها صاعاً من تمر، لأنه انتفع باللبن الذي كان في الضرع. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا يعقوب يعني بن عبد الرحمن القاري